نسأل الله بعزته وجلاله أن يسلمنا من منكرات الأخلاق، وأن يغفر لنا، وأن يتوب علينا، وأن يرحمنا برحمته وأرحم الراحمين. أخي في الله، النظر إلى الحرام والنظر إلى الآثام لا شك أن العبد يتحمل عواقبه الوخيمة ونهاياته الأليمة، فإن النظرة إلى معصية الله عز وجل تحدث في القلب فسادا بقدر معصية الله عز وجل بتلك النظرة، وبقدر من انتهك من حدوده وغشي من محارمه. ولذلك على المسلم أن يحفظ بصره، فإذا وقع في الحرام رجع إلى ربه وتاب واستغفر وأناب، والشيطان في هذه الحالة لن يتركه، ومن هنا يذكره بما كان من هذه الصور الخليعة أو المناظر الفاسدة. وهذا التذكير قبل أن تقول هل يؤثر أو لا يؤثر، عليك أن تعلم أنه امتحان من الله لتوبتك، وأنك إذا تبت من أي حرام وأي معصية، سواء بالنظر سواء بالفرج، أي معصية إذا جاء الشيطان يذكرك بلذتها فاقطع، فإنك إن قطعت نكت في قلبك نكتة بيضاء، فإذا جاء المرة الثانية سيأتي أضعف من المرة الأولى، ثم يأتيك الثالثة والرابعة، حتى يصبح قلبك على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. من تاب إلى الله وأناب إلى الله واستغفر ورجع إلى الله، فإذا جاء الشيطان يذكره بمعصية مقتها وردها وكرهها واشتغل عن الشيطان وأذله واحتقره، أرضى ربه سبحانه وتعالى وعوضه بلذة الإيمان وحلاوة الإيمان يجدها في ذلك الطهر من الجنان، لأنه ما دام أنه أقبل على الله وأعرض عن عدو الله وصدق مع الله رفعت منزلته. ولذلك إذا تاب ثم عرضت عليه الصور الخليعة فأخذ يسري معها ويسايرها ويتلذذ بها، فإنه ينقص من إيمانه ويضعف من إيمانه بقدر ما جرى من المعاصي، فإن كانت من كبائر الذنوب فإنها تنقص من الإيمان وتؤثر في الإيمان، وإن كانت من دونها بحسب، فهي تؤثر في قوة الإيمان وقوة الاستقامة وقوة الهداية. والذي يكون له ماض فيه مثل هذه الأمور ويحتقره ولا يلتفت إليه ويقبل على الله يمتحن امتحانا شديدا، حتى إنه في بعض الأحيان وهو في الصلاة تأتي مثل هذه المناظر، وقد يكون في أماكن فيها طاعة وقربة فتعرض عليه فيمقتها ويكرهها، كل هذا المقت وكل هذه الكراهية ترفع بها درجته ويعظم بها أجره، ويجد بها حلاوة للإيمان وعصمة من الرحمن وتوفيق من العظيم الديان، لأنه يخزي بها الشيطان ويرضي بها الرحمن. فاعلم أن هذا التذكار من الشيطان أنه أمر ينتهي بك إما إلى جنة أو إلى نار. التوبة في الأساس ندم عن المعصية، والندم عن المعصية يكون بعد الإقلاع، يقلع ويندم ويعقد العزم ألا يعود. فلما ترك المعصية بقي من الشيطان مسألة التعلق، وهو ذكر ما يسول للإنسان أنه جميل وأنها ساعات لذة، فإذا نظر إليها أنها قبيحة وأنها ساعات أبعدته عن الله وأنها ساعات أوجبت له مقت الله وغضب الله، انحرف على عدو الله، فتجده ينحرف المؤمن الموفق ينحرف على الشيطان في مثل هذه المواقف ويكرهه ويمقته. فإذا كرهه ومقته نظر الله إليه من فوق سبع سماوات أنه صدق التوبة وأنه صدق الإنابة، وهذا لا يكون إلا لأهل التوفيق، جعلنا الله وإياكم منهم. فإذا عرضت المشاهد، حتى إنه في بعض الأحيان يأتيه وهو في الصلاة فيذكره بالمشاهد، فإذا انتهى من الصلاة يقول له أنت لست بمسلم ولست بمستقيم، لأنك لو كنت مستقيم كيف وأنت بين يدي الله تنظر إلى هذه المناظر. فإذا علم أنه عبد ضعيف وأنه بشر وأنه عامل الله بما يقدر عليه، وهو أنه كره هذا الشيء ومقته وازدراه ولم ينظر له بحسن ولا بزينة، فإن الله عز وجل يرفع بذلك درجته. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء،
وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصبح على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ولذلك إذا تاب العبد ورأى هذه المشاهد فكرهها ومقتها فجاءه الشيطان المرة الثانية والثالثة والرابعة ثم بحث عن أجمل وأحسن وأزين ما كان يؤثر عليه أيام معصيته فجاء به فإذا به يعرض عنه فقد أهان الشيطان إهانة عظيمة ويتغيظ بها عدو الله وأرضى الرحمن رضا كريما. ولذلك تجد أمثال هؤلاء يرتقون في المراتب العلى ويتنافسون إلى مرضات يتسابقون إلى رضوان الله جل وعلا. اللهم عصمنا بعصمتك، اللهم عصمنا بطواعيتك وطواعية نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم عصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب ونفس عنا الكروب وأجرنا من الخطوب، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.